الصبيعات كيجيو غزالين، كيجيو واعرين، كيجيو مقروسين، كيجيو ولا اروع. كنتمنى تجربوهم، شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا التقرميشه كيفاش، شفتوهم؟ كنتمنى تجربوهم وخليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى النهايه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، كديرين مع الصحه بخير؟ اش كتعاودوا؟ واشي مزيان؟ اليوم جيتكم غندير واحد السيجار بالفيلو، ورقه الفيلو، وقلت نشارك معاكم ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. نبداو بالمقادير. هنايا عندي 300 غرام ديال اللوز، اللوز اللي شديته سلقته في الماء وقشرته وخليته تنشف. وهنا عندي 300 غرام ديال الكاوكاو، فول السوداني اللي شديته حتى هو وقليته، دهنته بشويه ديال الزيت وقليته في الفران ولا قليوه. وعندي هنايا 120 غرام ديال سكر سنيده حبيبات، 120 غرام 120 غرام. وعندي معلقه ديال الزبده، وعندي هنايا المسكه الحره راني دقيتها مع نص معلقه ديال السكر سنيده، وعندي الماء الزهر وورقه الفيلو، وعندي الزبده انا كندوب فيها باش نحيد من هذاك الحليب، غادي ندوبها مزيان كتنشف من داك الحليب. دابا غادي ندوز غادي نطحن، غنخوي هذا السكر، سكر سنيده هنا، وغنخوي هذا هنا صافي. غادي نخلطو وغادي نطحنهم، غادي نطحنهم ان شاء الله، غنطحنهم مع بعضياتهم هنا في الطحانه، نطحنهم مزيان. صافي هنا من بعد ما طحنتهم هادو كيما وريتكم، راني طحنت الكاوكاو، طحنتو شويه مهرمش، ما نيلتو ما طحنتوش مزيان صافي. وغادي نخلطهم هنايا، غنخلطهم مع بعضياتهم مزيان، وغنجد عليهم هاد المسكه الحره باش ينسجموا، غنخلطهم مزيان مع بعضياتهم باش ينسجموا. كتجي زوينه هذه ما بين الكاوكاو واللوز، كيجي عندي واحد المذاق زوين. بغيت ديرهم باللوز بوحدو، بغيت ديرهم بالكاوكاو بوحدو، ماشي مشكل صافي. هنا كندير معاهم هاد المعلقه ديال الزبده بحراره الغرفه، شتوها راه دايبه حراره المطبخ، غادي هي ندخلها. حاولوا ما تعجنوش ملي ديروا هاد الزبده، ما تعجنوش العجين، خليه ديروا عبر صبيعاتكم خدموا. صافي غادي نجيب واحد المعلقه، معلقه كبيره. وهنا نسيت ما قلت لكمش، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه تكون ما عامراش، غير هكا عشويه نسيتها صافي. وغادي نبدا نخوي، غادي ندير 4 المعالق هكاك ديال ماء الزهر، عينكم ميزانكم. غندير 4 دابا ونعجن ونشوف، الا كان خاصني غادي نزيد. ما تعجنوهمش باش داك اللوز ما يطلقش لينا الزيت ديالو،
حيت الا عجنتوهم غادي يلو ويجي يطلق الزيت ديالو. تتولي معنا واحد الكره هكا. غادي نبدا الزهر صافي شفتوها 4 المعالق اللي خدات ليا، كتجي زوينه هاد العقده ديال اللوز والكاوكاو. صافي غادي ندوز نفرغها في واحد الصحن. صافي غادي نفرغها في هذا الصحن هذا. وغنغطي عليها بواحد الفيليكولا ولا السلوفان. صافي وهنا كنجيب ورقه الفيلو كنسرحها هكا كنسرحها وكنجيب هاد الزبده وكنشد هذوك هذيك العقده تنديرهم هكا حريبلات. صافي وغادي نبدا دابا نشكل ان شاء الله. غنبدا ندهن هكا في ورق الفيلو، غندهنو بالزبده كامل غندهنو بحال هكا. كتجي ساهله هاد الطريقه هادي بحال هكا. كندهنوه مزيان من بعد غناخذو هاد الحربول غادي نحطوه هنا. نديرو ليه هكا نكملو واحد الشويه من هنا باش يجينا عامر وزوين شفتو. صافي وغادي نبداو اللويو. اللويو هكا طريقه سهله. صافي وغادي نحطوه في واحد البلاصه ونستمر هكا ثاني ندهن. طريقه سهله وكتجي زوينه هاد الزبده اللي دهنتو بها هكا كتجي مقروصه وزوينه كتجي مقرمشه تعطي واحد القرمشه زوينه. لهذا دهنوهم مزيان بالزبده، والزبده كما قلت لكم تحيدوا منها داك الحليب تفيضوها مزيان تخليوها تغلي 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 يحيد منها داك الحليب. صافي نجيب معكم واحد اخر. هكا صافي نبداو اللويو فيه وحاولوا معاه بشويه راه تيبغي تقطعوها. راكم عارفين ورقه الفيلو كتكون هي هسه بزاف وكتبغي تقطع. صافي ديروا لها هكا ان شاء الله على بركه الله. هكا صافي نهزوها نحطوها حتى هي هنا. صافي ونستمر انا هكا تنكمل كاع هاد الكميه اللي عندي ونرجع معاكم ان شاء الله باش نقطعوه وغنديروه في الفران. خليك ليلي يا فاني ونطير معاك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيبي. في هنا من بعد ما كملتهم غادي نجيب الزبده اللي بقات ليا غادي ندهنهم هكا من الفوق. الزبده ما تخافوش منها غير دهنوهم باش كيجيونا مقرمشات وزوينين يجيونا محمرين.
صافي. وغادي نقطع هاد الحواشي اللي كيكونوا خاوين، كيكونوا خاوين ما فيهم والو هكا صافي. وغادي ندير انا واحد العبار، العبار اللي غادي نديرهم كلهم بحال بحال. شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو روعه. غادي نجهز هادي وغنعبر عليها اللي عبرت عليها الاولى، وغنعبر عليها. والسكين ديالكم خاصو يكون حاد، خاصو يكون ماضي. انا درت هكا حيت عندي هادي خاويه، نتوما تقدروا ديروهم كاملين في بلاصه، في بلاصه وحده كاملين هكا. دير هكا وجوني قد قد صافي. ودابا غادي ندهنت واحد صينيه الفرن وغادي نحطهم فيها، غادي نحطهم هكا يكونوا متباعدين، ما يكونوش ملاصقين مع بعضياتهم، باش يجيونا طايبين مزيان وما يتلاصقوش لينا. ودابا انا غنستمر هكا تنكمل كاع هذه الكميه، راني دهنتها بالزبده صينيه الفرن. غنكمل هكا تنكمل ونرجع معاكم. هنا من بعد ما كملت غادي ندهنهم بديك الزبده اللي بقات عندي، غنجي نعاود ندهنهم. وغادي نديرهم في الفرن اللي سخنته على 200 درجه، ومني غادي نرميهم غادي نقص، غادي نخلي الفران على 170 ولا 180 باش يبقاو يطيبوا على خاطر خاطرهم، يجونا محمرين ومقيرمشين وزوينين حمرين كلهم. صافي دابا غندخلهم الفران ونحضي معاهم ونخليهم شي يتحرقوا، نحضي معاهم شويه بشويه تيطيبوا، ومن بعد ما يطيبوا غادي نرجع معاكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما طابو خرجتهم من الفران وهما سخانين، وانا كنخوي عليهم هكا في العسل، العسل بارد وهما سخانين. ومني غادي نخليهم ربع السويع، مني غادي يكملوا غادي نرجع معاكم ان شاء الله. وهذا هو السيجار ديالنا، شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله، منظر ومذاق كيجي لا ولا اروع، ولا اروع كيجي ما شاء الله، كيجي مقرمش وكيجي زوين، كيجي لذيذ. وراني خليته ربعة سوايع يتشرب العسل مزيان، وعاد باش هزيتو قديتو هكا وزينتو بشويه ديال اللوز اللوز مقلي وطحنتو وزينتو بيه، وانتوما ياكليكم لكم الاختيار. ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا معايا وتفعلوا الجرس وديروا لايك.